وكان في استقبال قداسته لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته رئيس بعثة الشرف المرافقة. كما كان في الاستقبال السفير الأردني لدى فرنسا والكرسي الرسولي وأمين عمان الكبرى ومحافظ العاصمة وعدد من كبار رجالات الدين ومسؤولون مدنيون وعسكريون. وحيت قداسة البابا الذي يرافقه في الزيارة وفد بابوي رفيع المستوى يضم عددا من الشخصيات الكنيسية وكبار المسؤولين في حاضرة الفاتيكان حيته ثلة من حرس الشرف. وقد اصطف طلبة من مختلف المدارس على جانبي طريق موكب قداسته تحية لضيف الأردن الكبير.